عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، الموهوبين والموهوبات، عاوز يتم اكتشاف موهبتك؟ شارك، ادي كل القصة. يعني مسألة بمنتهى البساطة، حضرتك شارك. الشعر عايز منك 3 قصايد، القصة القصيرة عايز منك PDF في القصة القصير، عايز حضرتك بتغني اعمل لي فيديو 2 دقايق وحطه على صفحتنا بتاعت الفيسبوك بتاعتنا، اسمها التاسعة. ايه اللي انت حاطه ده؟ التاسعة، صفحة التاسعة. أيوة كده، برافو عليكم. التاسعة على انستجرام. التاني تويتر، التويترز، والله ما رجعنا ورا غير تويتر. فالمهم ده فيسبوك، فيسبوك ده تويتر. اوكي ماشي، هاتوا لنا بقى الفيسبوك لو سمحتوا عشان ده عليه المشاركات. أيوة التاسعة هو ده. طيب احنا اللي هنعمله ايه بقى دلوقتي؟ احنا هنشوف مع بعض من النماذج للمواهب اللي بعتت لنا في المسابقه. حلو، هذا لا يعني، للمره الثالثه او الرابعه، هذا لا يعني يا ساده يا كرام انه النماذج دي هي النماذج الافضل او النماذج الاقل اطلاقا، لا يعني ان النماذج دي هي المرشحه للنهائي، ولا يعني انها غير مرشحه. نماذج بنعرضها على حضرتك ان احنا نشجعك، احنا فعلا عاوزين نكتشف موهبتك، عاوزين نشجعك انك تبقى بني ادم نجم فيما تقوم به، تطلع اديب، شاعر، مطرب، مطربه الى اخره. تعالوا نشوف كده مع بعض ونرجع نكمل الكلام. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إليه، لست أرجو سوى شربة من يدي، الصلاة علي والسلام علي، للسماء ارتقى فأتى بالنقى، وغدا وجهه نيرا مشرقا، كان من عفوه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء. كنا حاضر ثانوية عامة، ركز معايا في الكلمات دي. انت عملت اللي تقدر عليه، والباقي على الله يبقى تخاف ليه، وحتى لو ما جبتش مجموع انت غالي. Don't listen to the voice inside your head, you're doing just fine, you're trying your best, if no one ever told you it's all gonna be okay. فين لياليك عم البناديك، مشتال عنيك وحشني لقاك، بالي مشغول بهواك على طول، والليل بيطول وانا مش وياك، كل يوم يفوت كل يوم يعدي، بصحى فيه وبموت، يجي مليون مرة لوحدي لو سمع لي صوت، قرب خد بيدي يلي دايما ناسيني. فين لياليك عم البناديك، مشتال عنيك وحشني لقاك، بالي مشغول بهواك على طول، والليل بيطول وانا مش وياك. حلو، طيب بصوا بقى،
هو لا انا عجبني من الاخر محمد ابو عيش، انا مش لجنه التحكيم، ويمكن لو خدتوا بالكم احنا امبارح يعني ايه خدنا وعد مبدئي من الاستاذ مدحت صالح انه يكون موجود معانا في لجنه التحكيم. فبالنسبه للناس اللي هتغني خدوا بالكم، يعني اذا ربنا سبحانه وتعالى يسر الاحوال استاذ مدحت صالح موجود معانا بشكل نهائي وكامل في لجنه التحكيم، ففي النهايه يعني انت هتقف قدام مدحت صالح. طيب في حاجه بس، محمد ابو عيشة صوته لذيذ على فكره، اللي عجبني انه بيغني بشخصيته، انا احب اللي يغني يبقى له شخصيه، يعني ما يبقاش بيقلد الغنوه الاصليه، يبقى له شخصيه، وانا راجل مش محكم غنى، بس في حاجه مهمه جدا يعني، هو كلكم بتغنوا وانتوا قافلين بقكم ليه؟ الغنى ما فيهوش بق مقفول، لازم تدي مساحه مبدئيا للهوا يدخل ويخرج والرينج بتاع الصوت، فانتوا كله بيغني كده ليه؟ بتغنوا كده ليه؟ يعني الا لو حد مركب طقم ده موضوع تاني. فوالله بتكلم جد، مش حاجه اسمها كده. ارجوكوا غنوا صح. تاني ده مش تقييم ولا انا المقيم ولا انا ينفع اقيم، انا بس بقول لك ايه ملاحظات يمكن ايه تساعدنا. طيب يا عم يوسف يعني الفيديو ده كده اترفض؟ ولا اترفض ولا اتقبل. بس لو عاوز تبعت تاني ابعت. يعني ما عندناش مانع.